زوجي حرمني من بناتي شهرين ودعيت عليه دعوة مظلوم. يعني بمعنى هل يصح الدعاء أم لا؟ نعم. أو أولا ابتداء لا يجوز للزوج أو الأب أن يمنع الأم من بناتها، لأن كما قلت أنا هو ظلم للبنات وظلم، يعني ظلم، لم يظلم الأم فقط، ظلم البنات أيضا والعياذ بالله. ودعوتها عليه من حقها، لكن أهم شيء لا تتعدى بالدعاء، الدعاء بقدر المظلمة يعني. ودعاء المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب، الله المستعان. فصلى الله تبارك وتعالى يهديه. نعم، ليس عليها شيء.